إن كل واحد لابد أن يتذكر شكر الله له في حياته كلها. بعض الناس من الإمكان أن يقدم حسنة صغيرة كده فيفتح الله تبارك وتعالى به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولذلك الحديث يقول كده: إن الرجل الذي سقى الكلب نظر الله إليه فشكر له. شكر له عمل له إيه؟ مش قال له أنت عبد حبيبي وخلصت، لا، شكر لابد إيه؟ ينزل عليه نعما عشان فلما شكر الله له أدخله الله تبارك وتعالى الإيه؟ الجنة. حتى قلنا سابقا، ولذلك أضرب أنا أن البغية من بغايا بني إسرائيل، هذه أضربها أيضا، لما سقط الكلب حين نظر الله لها فإيه؟ فغفر لها. غفر لها يعني إيه؟ يعني محى ذنوبها كلها وأدخلها بذلك الجنة فشكر لها. بلاش كده كمان، انظر إلى سيدنا يونس حينما ذهب إلى قومه، فلما ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإيمان فلم يؤمن أحد، فذهب بقى يعني إيه؟ يعني خلاص قال دول كفار، فظن أن لن نقدر عليه وكده. فلما دخل في بطن الحوت راجع نفسه وعلم أن رب أن الذي فعله خطأ وأنه لابد أن يستغفر، فظن أنه لأن لا نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفار سيدنا يونس في بطن الحوت شكره الله له فنجاه من الظلمات التي كان فيها يوسف. نعم. يونس، ثم جعله ايه؟ جعله يعيش، خلى الحوت هذا يلقيه على ايه؟ على البر. ثم مش بس كده، لا، شكر الله له هذا الاستغفار فذهب الى قومه. يونس عليه السلام ذهب الى قومه فوجد ان القرية بكاملها قد امنت بالله عز وجل. انظر إلى شكر الله للعبد في طيات حياتك كلها. أي يا عبد الله، ترى أن الله تبارك وتعالى يشكرك شكرا ولكن الإنسان غافل عن هذا الشكر. ولذلك ترى كثير من الناس، كثير من الناس حينما ينظر إلى التعامل التعامل بينه وبين الله لابد أن يفهم أمور كما قلنا، لابد أن يعرف نفسه، لأنه من لا يعرف نفسه لا يعرف ربه. يعرف نفسه إزاي؟ يقول الفقهاء لابد أن الإنسان يعرف نفسه متى ينشط في حياته، أينشط في فصل الصيف أم في الشتاء، وما وحينما يأكل طعاما معينا أيتعب منه أم لا، ومتى يكون عقله متيقظا وفكره إيه وهاجا. حينما لا يعرف الإنسان نفسه بهذا فقد قال بعض العلماء، أنا مش عايز أقول أنا يعني، فإن الذي لا يعرف نفسه في هذه الأشياء فهو يعني من ذوات الأربع، يعني من حمار، يعني لا يعرف، عزكم الله يعني وعز الله السادة المستمعين. طيب هذا إذا عرف الإنسان نفسه من ناحية الإيه؟ من ناحية الفسيولوجيا بتاعت جسمه. طب والسيكولوجي اللي هو بتاعت الأخلاق بقى والنفسية بتاعت قال لابد أن تفهم علاقتك مع ربك، هل يشكر الله لك فعلك الصغير فيجعله كثيرا أم لا يشكر الله تبارك وتعالى لأنك عاص وازددت معصية.